وإذا الباب يطرق صاحوا من الطارق، وإذا بالحوراء زينب أقبلت يا حسين شيل طشت عني عني خواتك يا ابو السجاد جني يردن ينوحن علي ويشم مني ويشب عن شاف مني. قال حسين يا زينب الله يساعدك يا اختي، جبد الحسن بس شفتي يا اختي ما تحملتي، بيك شلون لو شفتي عصا الطاغي على شفتي. ألا من مناد وسيدا، ألا من مناد وإماما، تفضل سيدنا سيد سعد. يا مسموم يا ابن أم بعد شفيت عقبك نايح واللوم، لا مو نايح شفيت يا ريحانة الهادي، بعدني بحزن يا ام الباب وغرب السياف المرادي، وهذا مصابك الثاني ما ادري يا هو البادي، وكل مصاب يطلب نوح مني لازم وملزوم، مني لازم وملزوم، ما ادري يا كثر نوحي انا الجل بحياه الظلم يا روح اش بعد روحي، جنت بجروح داوثنيا ثلاثة صار نجروحي، واحد يلجم الثاني شلون يسامر الملجوم، واحد يلجم الثاني شلون الجرح ترجى يطيب، لاهب الحياة أمي بعد مثلك تلد وتجيب، يا بدر بليال التام يا شمس النهار تغيب، الشمس لغيابها طلعة يا ابن أمي ومغيبك دوم، يا ابن امي مغيبك دام والقلب يصير الويل، يا الجفك نزول الغث بالواد وحدر بسيل، حيوف والوفاد نار وما يطول ليل، هاي الباري وتقيل وهاي الباري يا ابن امي انا اختك وقلبك يقلك يا اهل شربك واسقاك، يا ابن امي تموت شلون او نعشك للنبي انشال، عليها سيوف تتجرد او يرمون ابن بالوسهام، ما بين النبي واحنا سووا بيان غزال، حجيجة وايل ومروان سفورة حرب راس القوم، حجيجة وايل التمت سوت عزل وتعدت، اديها شبول ابو طالب الجر سيوفها مدت، وللميامر الفاح سيا بكل عيونها صدت، قال لهم حرب ممنوع بمرة وبوصية نقوم، بس هم بس هم الدنيا فرح بيها عب
بسهم بسهم او صدق نعش الحسن ينصاب بسهم بسهم ابو فاضل بسل السيف بسهم مثل حادر تتتف بالوصية يا مثل حادر تتتف بي يا الوصية يا أدهن رأسي أطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب. أدهن رأسي أطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب.